كل شيء لأشباله وللخصوم. باستوري عنده الكرة الآن، يطلب عليه ليونيل ميسي، يتوغل ميسي، صعبة يفضل المراوغة، تجعله ميسي صعبة، هي ممتازة. أوه 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 يا ميسي، أوه باليرمو جول الأرجنتين. باليرمو يفتح يسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الأرجنتيني ويسجل الهدف التاسع، والفرحة الكبيرة دييغو مارموندو مارادونا، وكأنه يريد أن يرد على من انتقد اختياراته ومن انتقد الاستدعاء باليرمو، يرد عليهم بهذه الكيفية. ميسي يسدد وباليرمو في المكان المناسب يسجل. الأرجنتين هدفان، اليونان صفر. تخرج اليونان رسميا، الأرجنتين كانت تأهلت رسميا، اليونان تخرج رسميا، وكوريا تتأهل رسميا بعد حين للدور السادس عشر، وتخرج نيجيريا. باليرمو يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب الأرجنتيني. مهاجم نادي بوكا جينيورز 37 سنة استدعاه دييغو أرموندو مارادونا، وهو يؤكد